قياس الحرارة. إزاي بنقيس درجة حرارة جسم الإنسان؟ بنقيسها باستخدام ميزان الحرارة اللي اسمه ترمومتر. وعلى فكرة درجة حرارة الإنسان العادي بتساوي 37 درجة مئوية. طب بالنسبة لدرجة حرارة الجو أو اللي بنسميها حالة الجو، بنشوف دايماً في النشرة الجوية درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى في عواصم محافظات مصر وبعض العواصم العربية والعالمية. كمان بنعرف من النشرة الجوية توقعات الأمطار ووصف للظواهر الجوية المتوقعة وحركة الرياح والمد والجزر. طب ناخد مثال بسيط. عندنا حالة الجو في أحد أيام شهر أكتوبر وبتقول: طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، حر على مصر العليا نهاراً، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية جنوباً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على محافظات الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. ودي درجات الحرارة في بعض المدن المصرية زي القاهرة العظمى 29، يعني درجة الحرارة في النهار هي 29، أما الصغرى واللي بتمثل درجة الحرارة ليلاً هي 19. أما في الأسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 ودرجة الحرارة الصغرى 19، وهي دي ببساطة فكرة قياس درجة الحرارة.